ما هي الفواكه التي ذكرت في القرآن الكريم؟ توجد العديد من الفواكه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وبيانها فيما يأتي. العنب جاء ذكره في قوله تعالى: وجنات من أعناب. وقرأت كلمة جنات بالنصب فيكون المعنى أن هذه الجنات من أعناب تكون لكم. النخيل شبه الله تعالى هذه الفاكهة بالكلمة الطيبة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وقد جاء ذكر هاتين الفاكهتين في قوله تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وجاء ذكرهما على وجه الخصوص دون سائر الفاكهة لعدة أسباب. الأول هو أن العرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا يشتهرون بهما، وذلك ليتذكروا نعم الله تعالى عليهم. وكذلك هو كثرة المنافع فيهما، فالنخل ينتفع من جميع أجزائه كخشبه وجريده وخوصه. أما العنب فقد جاء ذكر ثمره فقط لأنه أعظم شيء فيه. التين والزيتون جاء ذكرهما بقوله تعالى: والتين والزيتون. وجاء ذكرهما خاصة عن باقي الثمر لما فيهما من خصائص في الطعام والدواء وتميزهما عن باقي الأثمار. والتين هو أحد الفواكه المشهورة، أما الزيتون فيعتبر من الفواكه كما يعتبر من الطعام، وله زيت توقد فيه السرج ليضيء الناس. الرمان جاء ذكره في قوله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وقد جاء عن بعض المفسرين كأبو بكر أن الزيتون والرمان يتشابهان من حيث انتشار أوراقهما، فورقهما ينتشر على كامل الغصن ويغطيه، وهما لا يتشابهان في الثمر والطعم. وقد قال الفراء: إن الرمان يتشابه مع بعضه في لونه وخلقته ويختلف في طعمه، فبعضه حلو وبعضه حامض. وكذلك الزيتون يتشابه في أصل الشجرة ويختلف في الطعم. الموز جاء ذكره في قوله تعالى: وطلح منضود. وقال عطاء: إن الطلح هو الموز. وكذلك قال القرطبي: إنه شجرة الموز. وكذلك يرى جمهور المفسرين أن المقصود بالطلح هو الموز. السدر جاء ذكره في قوله تعالى: في سدر مخضود. وهو يطلق على شجر النبق الذي لا يكون فيه شوك. الرطب جاء ذكره في قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهو من أنواع التمر، وقد خصه الله تعالى بالذكر، والرطب هو عكس اليابس.